عندها ندره مائيه طبيعيه، لابد ان احنا نرشد استخدام المياه، و80% من المياه العذبه في مصر هي بتروح للزراعه. وطننا صناعه الوزر ستيشن، محطات الارصاد، وطننا صناعه السويل سنسور، عملنا بلاتفورم محترف نقدر عن طريق البلاتفورم ده ندير عمليه الري وجدوله الري بطريقه بروفيشنال. الوزر ستيشن صناعته في مصر دي حاجه كويسه جدا جدا، لفتره كبيره جدا كل الشركات والمستثمرين بيستوردوا وزر ستيشنز من بره باسعار كبيره، قدرنا نوطن صناعته بسعر منافس جدا جدا. خدنا شهادات من هيئه الارصاد، ذلك من معمل المركز المناخ، اشتغلنا مع بعض المستثمرين في الفرافره في مشروع كويس شغالين عليه. احنا بنهدف بصراحه ان احنا نغطي مصر والقطاع الزراعي كله بالوزر ستيشن بما لها من اهميه كبيره جدا في قرار الري، قرارات زراعيه كبيره. ذلك السيستم كاملا وزر ستيشن سيل سنسور بيستخدم مع بعض. اي نعم ممكن نستخدم الوزر ستيشن في حاجات معينه بعيد عن السيل سنسور، بس علشان ادير عمليه الري بطريقه بروفيشنال المفروض يكون عندي تو هاردوير دول في ان احنا نستخدم البلاتفورم. عملنا بلاتفورم بصراحه حاجه كويسه جدا جدا، شايف ان هي الافضل في السوق المصري، مش عشان اللي احنا عاملينها لا، لكن هي فعلا فيها شغل كويس. عندنا بروجكت كبير، مش عايز اقول كام قريه لكن عدد الحمد لله كبير، عايزين نغطي الكره ديت بمحطات الارصاد والسويل سنسورز، مش هياثر على حجم العماله خالص. هو الموضوع ده يعتبر ريفرنس كويس بيساعد المزارع او متخذ القرار ان هو ياخد قرار مناسب، وبالتالي مش هياثر على عدد العماله خالص. نستهدف المستثمرين في الفرافره والداخله والخارجه، الاولاد الجديدين عموما، المزارع القديمه برضو، نحاول حتى نكون سبورت معاهم، نديهم تريننج على اداره الميه وازاي الميه مهمه وازاي انا اقدر اروي بطريقه محترفه وان انا اعطي عمق ميه مظبوط. كله بيأثر على الانتاجيه، بيأثر على التكلفه بتاعتي. نستهدف ان احنا نشير الفكر ده هو مع كل المزارعين وكل المستثمرين. هل هذه التكنولوجيا موجوده وظاهره في السوق المصري ولا لا؟ مع كبار المستثمرين موجوده، ادركوا ان اداره المياه مهمه جدا جدا، فبداوا يستخدموا التكنولوجيا علشان يقدروا يعملوا جدوله ري محترمه. لسه صغار المستثمرين والمزارع القديمه الموضوع شويه بعيد عنهم، لكن ده دورنا ومجهودنا ان احنا نحاول نوصل لهم ونحاول نبسط الموضوع اكتر لهم.